بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. فضيلة الشيخ، كيف يوفق طالب العلم أو يجمع بين مجاهدة نفسه بالعبادة وكثرة النوافل والأوراد والأذكار وبين مسيرته ومنهجيته في طلب العلم، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا السؤال جوابه طويل ونختصره في أمور نسأل الله أن يعين عليها. أولا، الدعاء، أن تدعو ربك مخلصا من قلبك أن يعينك في طلبك العلم، وأن يعينك على الصلاح والتقوى وكثرة الطاعة والبر، وحينئذ تستطيع أن تجمع بينهما بتوفيق الله. فإذا حرصت على الدعاء وبرئت من الحول والقوة فإن الله يستجيب دعاءك كما ذكرنا. الأمر الثاني، من أهم ما ينبغي في تنظيم العبد لأمره أن يلتفت إلى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أكمل وأفضل من أن يشرح الإنسان لطالب العلم أمورا قد تصلح لي ولا تصلح لغيري. وكثيرا ما ذكر بعض الفضلاء طرقا في الجمع بين العلم والعبادة أو طرقا في طلب العلم، وقد تكون يسيرة لشخص عسيرة على غيره. فإذا نظر من يستمع إلى هذه الطرق أنه لا يستطيع تحصيلها يأس وقنط، ولذلك لا نستطيع أن نرسم طريقة معينة، لكن نقول احرص على اتباع السنة. مثلا العبادة، تحرص على أن تكون في الأذكار واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أصبحت يومك وأنت محافظ على أذكار الصباح والمساء، صليت الفجر فبدأت بأذكار الصباح وحرصت على حفظها وأدائها تامة كاملة، فأشرقت وحرصت على أنك إذا صليت الفجر أن تصلي في جماعة وأن تجلس إلى طلوع الشمس، ثم تصلي ركعتين لتصيب الفضل الحجة والعمرة التامة الكاملة، ثم بعد ذلك تبدأ النهار بأربع ركعات. وفي الحديث القدسي، يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات في أول اليوم أكفك آخرة، جرب أربع ركعات لا تتركها حياتك، لا تتركها حياتك في أول النهار، هذه الأربع يكفيك الله بها الهم يومك كله. فإذا صليت تفرغت لمصالح الدنيا ونظرت إلى ما يتعلق بأمور معاشك، ثم إذا انتصف النهار وأردت أن تأخذ قيلولة لتستعين بها على قيام الليل فهذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أم سليم ويقيل عندها الضحى، وقال أنس بن مالك كما في الصحيح: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. هذه القيلولة تعين على قيام الليل. ثم بعد ذلك تصلي الظهر وتطعم تتغدى، ثم تجعل لك وقتا يصلح سواء للمذاكرة أو للعبادة على حسب حالك. ثم إذا صليت العصر تفرغت لأذكار المساء كما ذكرنا في الصباح، ثم إذا صليت العشاء حرصت على أن تقوم الليل، إما أن تقوم أول الليل بعد صلاة العشاء إذا كنت لا تضمن أن تقوم آخر الليل، فتجتهد ولا تقول إني متعب. والله إن كثيرا من الخير يضيع بتسويف الإنسان. يأتي الإنسان إلى بيته ويستطيع أن يصلي قرابة ساعة، فإذا به إذا دخل يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب أنه متعب وأنه مرهق، فسرعان ما ينام. يأتي الليلة التي بعدها مرهقا، قد يكون مرهقا أشد من الليلة التي مضت، فيأتيه الضيف ويأتيه الصاحب ويأتيه الزائر، فإذا به يهش ويبش له ويفرح بقدومه. ولا شك أن هذا خير، أن الإنسان يفرح بالضيف ويأنس به، فيجلس معه ثلاث ساعات إلى أربع ساعات، فيقول له: أثقلنا عليك؟ يقول: لا والله ما أثقلت عليه،
لا إله إلا الله، المحروم من حرم، كيف لو أنست بملك الملوك، كيف لو أنست بربك يا محب؟ لو نظرت إلى نصف ساعة كم تقرأ فيها من كتاب الله لعلمت أنك والله مغبون في صفقتك وتجارتك. جرب كل يوم بعد صلاة العشاء إذا كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل مهما كان، أن تدخل ثم تبدأ وتقرأ ما تيسر لك من القرآن في حدود ساعة، والله إن أمور دينك ودنياك وآخرتك ستتغير، وتجد من كتاب الله وبركته ما لم يخطر لك على بال. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فمسألة التوفيق بين العبادة وبين طلب العلم، العلم يستعان به، يستعان بالله عز وجل عليه بالعبادة، ويوصل إليه وإلى الغايات الكريمة فيه بالعبادة، بفضل الله ثم بالعبادة. وطالب علم لا يقوم الليل أمره عجيب. جاء ضيف عند الإمام أحمد رحمه الله فوضع له الإمام أحمد وضوءه يظن أنه سيقوم الليل، فلما جاء في صلاة الفجر وجد الوضوء كما هو، نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وإذا به نائم، فأصبح الإمام أحمد يقول: طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل، يتعجب. وخرج الناس للحج وكان معهم الإمام العابد التابعي الجليل طاووس بن كيسان، كان آية من آيات الله في العبادة. كان يرجع إلى بيته من المسجد في الظهر من طريقين، إذا رجع من أحد الطريقين لم ينم ليلته، وأما الطريق الآخر إذا رجع منه نام. فوجدوا في الطريق الذي إذا رجع منه لم ينم ليلته رجل يبيع الرؤوس المشوية، كان إذا مر به تذكر النار وتذكر الوجوه التي تصلى بالنار، فلم ينم ليلته من الخوف من الله جل جلاله. فقيام الليل لا بد لطالب العلم منه. فحج الناس، وهذا رواها أبو نعيم في الحلية هذه القصة، فوقف أسد في القديم تعرفون في زمان التابعين، فجاء أسد فمنع الناس من الدفع من عرفات، وقفوا حتى انتصف الليل فصرف الله الأسد فدفع الناس. فلما جاء طاووس إلى المشعر وقام يصلي الناس من شدة التعب ناموا، فجلس يتعجب يقول: ما كنت أظن أن الناس ينامون في الليل إلا حينما رأيت هذه الليلة، لأنه قوام الليل رحمه الله. فلا بد لطالب العلم من قيام الليل. العبادة تعين على العلم، والعبادة عمل بالعلم، ولذلك تحرص كل الحرص على اتباع السنة والوارد ثم تطلب العلم في العبادة وتطلب العلم. إذا جمعت بين هذين الأمرين فهذا خير، وهو يختلف من شخص إلى آخر. ولا نستطيع مثلا بعض الناس يقوى حفظه وطلبه للعلم بعد صلاة الفجر، فنقول له: تفرغ بعد صلاة الفجر واجلس بعد صلاة الجماعة تراجع العلم إلى الإشراق، فتجمع بين طلب العلم وبين العبادة. وهكذا إذا كان بين الظهر والعصر أو كان بعد العصر، الناس يختلفون، فتفرغ للعلم وقته الذي يعينك بإذن الله فيه وتحس أنك تحصل العلم فيه. وكذلك أيضا العبادة تحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك مما يعين على ذلك قراءة سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فربما تهدى بإذن الله إلى طريق يتفق مع حالك فتهتدي بهم، فأولئك القوم هم سلف هذه الأمة وجعلهم الله بفضل خيار هذه الأمة، فالاتساء بهم كذلك يعين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا، وأن يهدينا لما يرضيه عنا، وأن يهدينا إلى ما يرضيه عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.